بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في حصة الفرنش طبعا بنستكمل ما بدأناه، وطبعا زي ما احنا عارفين كنا خلصنا الكلمات المذكرة والكلمات الايه المؤنثة لينو ماسكولا ايه لينو فيمينا. النهاردة ان شاء الله بنكمل وبنأخذ المربع التالي، وهو طبعا افراد الأسرة ليمان دولا فامي، ليمان دولا فامي اللي هو افراد الايه افراد الأسرة. تمام، نسأل الشباب، حد يقدر كده يقرأ لنا الكلمات دي؟ ولا نقرأهم احنا؟ خلينا نقرأهم احنا مرة وبعد كده حد يقرأهم. تمام، ما فيش مشكلة. طبعا عندنا الأجداد، لي غران بارون، لي غران بارون، لي غران بارون الأجداد، لو غران بير الجد، لا غران مير الجدة، لي بارون الوالدين أو الأبوين، لو بير الأب، لا مير الأم، لو فرير الأخ، لا سور الأخت، لونكل العم أو الخال، لا تانت العم أو الخالة، لو كوزان ابن العم أو ابن الخال، لا كوزين ابنة العم أو ابنة الخال. تمام، واضحين ولا نقرأهم كمان مرة؟ ها الشباب، واضح ولا نقرأ كمان مرة؟ عادي تقرأ حضرتك كمان مرة. ما فيش مشكلة. Les grands parents, le grand-père, la grand-mère, les parents, le père, la mère. كمان مرة. Les grands parents, les grands parents, الأجداد. Le grand-père, الجد. La grand-mère, الجدة. Les parents, les parents, الوالدين. Le père, الأب. La mère, الأم. Le frère, الأخ. La sœur, الأخت. L'oncle, العم أو الخال. La tante, العم أو الخالة. Le cousin, ابن العم أو ابن الخال، لا كوزين ابنة العم أو ابنة الخال. تمام، من يقرأ؟ أنا يا أستاذ. مين؟ إياد. إياد الفنان؟ ماشي يا إياد، أيوة. ماشي يا حبيبي، اقرأ. أنت كنت فين الحصة اللي فاتت؟ أنا؟ آه، كنت معاكم كل الحصة. لا، الحصة اللي فاتت ما كنتش موجود. إلا كنت موجود. أكيد. أيوة. لا، ما كنتش موجود. لما أنت يا أستاذ قلت لنا احفظوا الكلمات. ما أنا كل مرة بقول احفظوا الكلمات، أنت بتضحك عليها إياد ولا إيه؟ لا لا لازم، أنا فاكر إن أنا، الحصة اللي فاتت ما جاليش لينك، جالي بس إن أنت نزلت مقطع على اليوتيوب. ما زمانك بقى صحيت متأخر ولا حاجة. لا لا لازم، أنا كنت متابع إمتى الأستاذ أحمد هيبدأ. امتى؟ لقيت بعد ما الحصه خلصت لقيتك بعت لينك يوتيوب. ماشي يا اياد، ماشي يا اياد، اقرا يا اياد. لي غران باغي، لي غران باغون. تمام، لو غران بير، لو غران بير، ها لو غران بير، لا الجده ها مؤنث، ها وبالتالي لازم تقول لا، مش كده؟ لا بتاع المؤنث، لا لا غران بير. خد بالك ال A N اتنطق اون، ها لا غران، لا غران مير. طيب تمام، لو بيرن، بيرن بارون، لي بارون، لي بارون، ها لي بير، لا بير، لا بير، لو بير، لو بير، ايوه لا مير، مير. تمام، لو فرير، لو فرير. تمام، لا سو، سو سور، لا سور، لا سور. تمام، ايه يا استاذ؟ لا سور، لا اللي تحتها سور، ها لونكل، لونكل، ها لا تان. احنا قلنا الاي ان اتنطق اون، وبالتالي تون، تونت، ها لا تون، لا تونت. تمام، لا تونت. تمام، لو كازا، كو زان، لو كوزان، لو كوزان، ايوه
La La cazo cazo cuisine la cuisine لا كوزين. تمام يا اياد. تمام يا اياد ونشكرك على المحاولة. تمام. ها حد ثاني يقرأ؟ انا. تمام. تفضلي. لو غران بير. لا ها من فوق الاجداد ها. لي غران بارون. مش كده؟ ايوه. لو غران بارون. تمام. لو غران بير. نوضح الادوات شوية. لو لو. الاولى اسمها لي. تمام؟ اللي هي الجمعة. لكن المذكر لو. والمؤنث لا لو غران بير لا غران مير ممتاز لو باري ها الى ده اسمها ايه لو لي لي باري بارون لي بارون تمام بارون تمام لو بير لا مير مير لو فرير لا سور لو لونكل لونكل ها لا تونت لا تونت الكوزن الاي ان اتنطق ان الاي ان اتنطق ان لو كوزان تمام لو كوزان بس في الثانيه لا كوزي جميل في الثانيه طبعا الاي ان ده صوت انفي تمام ده صوت انفي تمام الاي ان مش ان ها لا الاي ان بتكون ان ولكن بشرط ان ما يجيش بعدها متحرك خلاص لو جه بعدها حرف متحرك بيلغي الصوت الانفي ده تمام وبالتالي بدل ما هي ان تصبح إن لا كوزين واضح؟ واضح جميل ها الشباب كلهم ها خلاص عرفنا كلمات نعرف نقراها كلنا؟ أيوه أكيد أيوه جميل طبعا بنستكمل اللي كنا بدأناها يا شباب تمام وطبعا كنا بدأنا في تصريفات الأفعال تمام المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مكونات الجملة وتكلمنا عن السوجي اللي هو الفاعل والفاعل ده إما إنه يكون اسم سواء اسم علم ها أو اسم عام أو مشترك تمام وإما إنه يكون ضمير هي ضمائر الفاعل جوتو إيل إل نوفو إيل إل أوفيك إس تمام وبعد كده تكلمنا عن الفعل لو فيرب الفيرب طبعا ها بينقسم إلى ثلاثة أقسام ها مجموعة أولى مجموعة ثانية مجموعة ثالثة تمام بدأنا ناخد بعض الايه بعض الافعال خلاص وعرفنا نهايات الافعال الفعل ده ينتهي بايه المجموعه الاولى ينتهي بالاي ار المجموعه الثانيه ينتهي بالاي ار والمجموعه الثالثه بينتهي بالاي ار والار اي والاو اي ار تمام معظم شغلنا دلوقتي بيكون ها على بعض الافعال اللي هي من المجموعه الاولى وبعضها من المجموعه الثالثه خلاص المجموعه الاولى قياسيه المجموعه الاولى قياسيه قياسيه يعني سهل ان انا اصرفها تمام بصرفها ازاي ها على طول يجيني الفعل عشان اصرفه اذا انه مجموعه اولى بحذف الاي ار تمام واضيف نهايات المجموعه الاولى حسب الفاعل حسب الفاعل كل فاعل بياخد نهايه تمام زي ما احنا شايفين كده طيب الجو بياخد النهايه او تو بياخد النهايه او اس الايل والال ها النهايه او نو النهايه او ان اس ها فو النهايه او زد ها ايل ال اوف اس النهايه او ان تي واضح وبالتالي اي فعل من الموجودين قدام حضرتك دول ها الافعال الامثله اللي جابها لك دي الافعال دي كلها حضرتك تقدر تصرفها وتقدر تستخدم معانيها تمام يعني ابيتي يعني يسكن تقدر توظفها مع جميع ضمائر الفعل انا اسكن انت تسكن هو يسكن هي تسكن نحن نسكن هم يسكنوا انتم تسكنون كده تمام ده من خلال التصريف ده من خلال التصريف ان انا بما انها مجموعه اولى احذف الاي ار واضيف النهايات حسب الايه؟ حسب فاعل الجمله يعني انا بحذف الاي ار تمام؟ وبكتب الفعل بدون الاي ار مع كل الضمائر مع كل الضمائر وبعدين بقى ارجع اضيف ايه؟ اضيف النهايات حسب الفاعل زي ما احنا حافظينها واضح يا شباب؟ واضح ده اللي احنا قلناه الحصه اللي فاتت تمام؟ وكنا اخذنا يعني بعض الايه؟ بعض الواجب تمام؟ ايوه كنا خدنا ده تمام احنا طبعا اتفقنا بعض الناس يعني كان عندها مشكله فطبعا بنقول قال ها اوكي عايزين نقول هي تعمل في القاهره طيب تصريف الفعل المناسب ايه تمام بما ان انا حافظ نهايات المجموعه الاولى فهكون عارف ان الفاعل ايل وقال ها الفعل بتاعهم بيكون منتهي بالاو وبالتالي يبقى اتغبي الاولى تمام رقم اثنين نو ايوه نو نحن نهايات المجموعه الاولى مع نو هي او ان اس وبالتالي لازم الفعل ينتهي او ان اس وبالتالي يبقى ابيتون ثاني واحده طيب احمد اي شادي احمد وشادي
احمد وشادي يعني هم الى فيك اس، الى فيك اس الفعل بتاعها ينتهي باي ان تي مش كده، وبالتالي لازم اختار ايه باغلا اللي هي اخر واحده باغلا. تمام. رقم 4 فو، جميل. نهايات المجموعه الاولى مع الفو ها اوزت، وبالتالي لازم اختار الفعل الذي ينتهي بالاوزت، وبالتالي يبقى فوزي مي اي مي. تمام. اخر واحده تو ها تو، التو طبعا الفعل بتاعها بينتهي بالاو اس مش كده، وبالتالي لازم اختار اغيب اللي هي تاني واحده مش كده. اخر واحده جو، جو الفعل معاها ينتهي بالاو، وبالتالي لازم الاولى ما تنفعش لانها مصدر، وبما ان في فاعل لازم يكون الفعل مصرف. الثانيه ما تنفعش ليه؟ لانها بتنتهي بالاو ان تي، والاو ان تي دي بتاتي مع الايل والالفك اس، الفاعل بتاع جو ما تنفعش، وبالتالي لكن مع الجو الفعل ينتهي بالاو، وبالتالي غوكابت. تمام. جميل. اللي كان بيقول انا عندي مشكله في الواجب ما عرفتش اعمله، او ما يعني ما عرفتش احله ازاي، وضحت دلوقتي؟ وضحت؟ اه كده تمام. جميل. ايوه بنبدا نكمل. تمام. ويجيب لي فعل الي. ها الي يعني يذهب، ولكن هو فعل ينتهي بالاي ار لكنه ليس مجموعه اولى. لو انا حذفت الاي ار وحبيت اصرفه وازود نهايه المجموعه الاولى اي اي اس اي او ان اس اي زد اي ان تي ما ينفعش، غلط. ليه؟ لانه فعل هو بينتهي بالاي ار لكنه مجموعه ثالثه. خلاص. المجموعه الثالثه شواذ، ها غير منتظمه، ما عنديش قاعده امشي عليها عشان اصرفها بسهوله. تمام. وبالتالي بنقول غير منتظمه، بتحتاج مني تركيز وحفظ للتصريف. واضح؟ واضح. جميل. الفعل الي يذهب، تمام، تصريفه ايه؟ تصريفه جو في، جو في. تمام. تو فا، il elle va، nous allons vous allez ils elles vont. تمام. طبعا وفقا للقاعده اللي فاتت انا عندي مع النو ما فيش مشكله فيها، اخذت النهايه او الناس، ومع الفو اخذت النهايه اوزت. تمام. لكن مع باقي الضمائر مختلفه اختلاف كلي، مختلفه اختلاف كلي. تمام. علشان كده بنقول ان الفعل ده لازم نحفظه كويس ونعرف تصريفه. تمام يا شباب؟ تمام. جميل. فعل الي معناه يذهب. تمام. يذهب وبنسميه يعني هو يذهب الى مش كده، يذهب الى، يذهب الى المكان الفلاني مش كده، يذهب الى. الى يعني حرف الجر اه، الى يعني حرف الجر اه. خلاص. فبيقول لي لما استخدم فعل الي ها لازم يجي بعديه حرف الجر اه، لو جاي بعديه مكان، لو جاي بعديه ايه مكان. هو هنا اتكلم فقط عن المدن، اتكلم عن المدن. هناخد بالنا ان حرف الجر اه يسبق جميع المدن. خلاص. حرف الجر اه يسبق جميع المدن. جميل. ولكن عندي بعض المدن اللي هي القاهره الفيوم وسيناء. تمام. الثلاث مدن دول ها بيجي معاهم حرف الجر او اللي هي ايه يو، وليس وليس الا. تمام. واضح؟ تمام. واضح يا شباب؟ واضح. واضح يا استاذ. يا استاذ. جميل. واضح يا استاذ. تمام. آه طبعا بقى ايه يعني هنحفظ بقى تصريف الافعال غير المنتظمه كويس قوي. هنحفظ تصريفها كويس قوي عشان مش يكون عندنا اخطاء فيها. خلاص. هنلاحظ هنا طبعا جو في هو عباره عن ايه؟ ثلاثه اربع احرف مش كده؟ جو في. لما نروح كل مره بينقص منه حرف، بينقص منه الحرف رقم ثلاثه. تمام. لما نروح مع التي الحرف الثالث اللي هو الاي ها خلاص بينقص منه، وبالتالي يبقى فا. ولما نروح مع الايل والال الحرف الثالث اللي هو الاس بينقص منه. تمام. يبقى فا مش كده؟ مع النو والفو سهله، الاي ار مش موجوده وبنروح هي او ان اس وازد. مع الايل والالفيك اس بيكون شكل ثاني زي باقي الضمائر. خلاص. اللي هي بيبتدي اللي بيكون فون، بيبتدي بيكون فون. خلاص. وعلشان الناس مش تنساه. تمام. احنا بنشبه فعل الي ده بانه فعل الفعل الذي يعاني من تساقط الشعر، احنا بنسميه كده الفعل اللي يتساقط شعره. تمام.
هو في بداية الأمر طبعا ها كان في خلاص ها، وبعد كده السنة اللي بعدها ها مع تو أصبح فا وقع منه يعني 25%، تمام. والسنة اللي بعدها راح مع الإيل والإل وقع منه الحرف الثالث كمان خلاص نسبة 30% أصبح فا. فلقى الأمور بقى كده ما عادش نافع خالص، فراح بقى يتعالج ومش عارف إيه ويعمل بروتين وشوية العلاجات دول، والحقيقة إنه جاب نتيجة، تمام. الفعل مصدره كان اسمه ألي، تمام. فظبط أموره وراح مع النو أصبح ألون، ممتاز، عدى سنة كويس قوي. السنة اللي بعدها راح مع الفو برضو ممتاز، ألي، تمام، نفسه زي المصدر زي ما كان في طبيعته، تمام، في أول أمره. السنة اللي بعدها بقى طبعا العلاجات لها يعني مدة صلاحية وأعمار افتراضية، فبدأ يعاني ويفتكر أيام زمان لما كان بيبتدي بحرف الإيه، بحرف الفي، فأصبحت فون. ماشي يا شباب؟ ماشي يا أستاذ. ماشي 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 يا عم إياد، بعرف لنا بقى الفعل اللي شعره بيقع ده. ماشي يلا نبدأ نحل. أول واحدة بيقول نو، ها قول يا إياد الإجابة إيه؟ الون نو اللي هي اخرتها او ان اس. ماشي انا هشيل لك بقى الصوره خلص عشان ايه ما تعرفش تغشنا. ها ماشي. رقم اتنين قول يا ملك. ها جو ها ممكن اقول انا؟ ماشي هيبقى في الأول واحدة، هيبقى في أول واحدة اللي هو في بداية أموره خالص. مع الجو يبتدي بإيه؟ يبتدي بأربع حروف، مع التو ينقص حرف، مع الإيل والآل ينقص الحرف الثالث يعني يصبح حرفين، تمام؟ تمام. الجملة اللي بعد كده فو، قول يا ندى. ألي فوزالي، ها ممتازة اللي هي طبعا الثانية مش كده؟ رقم ثلاثة. طيب ها تو ها أنا عادي؟ ماشي. توفا رقم كام؟ 3 اخر واحدة. اخر واحدة لان طبعا عندي الثانية نطقها فا والتالتة نطقها فا لان فيها حرف الاس وحرف الاس مش منطوق، تمام، وبالتالي يبقى فا اللي هي ثالث واحدة الاخيرة، تمام. رقم خمسة ال هن، ها اوكي عايز اقول هن يذهبنا. ماشي 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 تفضل. فا رقم كام؟ 1. ليه مش دي ال فيك اس بتاع الجمع صح كده؟ يبقى فون. ها يبقى فون مش كده؟ يبقى فون اللي هي رقم اثنين. خلاص نرجع ناكد تاني على الفعل، نبدا ناكد تاني على الفعل وبالتالي الفعل قدامنا. ها جو في تو فا ايل ال فا ده في المفرد مش كده؟ nous allons vous allez il elle ده افيك اس مع الجمع فون فون. جميل واضح؟ اوكي واضح تمام. بنيجي بعد كده وناخد الفعل ها سابلي. سابلي يعني يسمى او يدعى. سابلي يعني يسمى او ايه او يدعى. ماشي يدعى. الفعل ده فعل مجموعه اولى. الفعل ده فعل مجموعه اولى خلاص اولى، بس قبل ما اصرفه هاخد بالي ان الفعل ده بيبتدي باس ابوستغف. خلاص الفعل لو انه بيبتدي باس اي او اس ابوستغف ده معناه ان الفعل ده فعل ذو ضميرين. فعل ذو ضميرين واضح؟ الفعل ذو ضميرين واضح. الفعل ذو ضميرين يبقى انا بصرف حاجتين، بصرف الضمير واصرف الفعل. اصرف الضمير واصرف الفعل. خلينا الوقت في تصريف الضمير. اول حاجه الاس ابوستغوف دي لما نصرفها مع الجو تبقى ام ابوستغوف، لما صرفها مع تو تبقى تي ابوستغوف، لما صرفها مع الايل والال والايل والال افك اس بتبقى زي ما هي اس ابوستغوف، لما صرفها مع النو اكررها كمان مره يبقى نو نو، لما صرفها مع الفو اكررها كمان مره وبالتالي يبقى فو فو. واضح؟ واضح واضح يا استاذ. جميل. يبقى اول حاجه يا اولاد لما يكون فعل ذو ضميرين انا بصرف الضمير وعرفنا تصريفه. طيب لو الفعل لا يبدا بحرف متحرك يعني هي اس اي وليس اس ابوستغوف ما عنديش مشكله،
بدل ما هي ام ابوستغف تبقى ام اي، تي ابوستغف تبقى تي اي، اس ابوستغف تبقى اس اي كده. واضح؟ واضح. جميل. واضح. ارجع للفعل، ارجع للفعل. مش احنا اتفقنا ان الفعل ده بينتهي بالاي ار، يعني فعل مجموعه اولى مش كده؟ جميل. لما صرفوا، ايوه يا استاذ، لما صرفوا همشي وفقا للقاعده، لما صرفوا همشي وفقا للايه؟ للقاعده اللي هي طبعا قاعده التصريف، ان انا عشان اصرف الفعل خلاص مجموعه اولى بينتهي بالاي ار احذف الاي ار. جميل. وبعدين اضيف نهايات المجموعه الاولى زي ما حضرتك شايف كده، اللي هي او او اس، بعدين مع الاي والال او مع النو، ها او ان اس، لازم تكون حافظ النهايات كويس جدا، او زد مع الفو ومع الايل والارابيك اس او ان تي. واضح كده؟ واضح؟ واضح يا استاذ. جميل. الفعل ده فيه ملاحظه اضافيه، الفعل ده فيه ملاحظه اضافيه، تمام؟ فيه ملاحظه اضافيه، احنا بنسميه ايه؟ تمام. احنا بنسميه فعل ينتهي ب او ال او ار، فعل ينتهي ب او ال او ار، تمام؟ هو مجموعه اولى لكن احنا بنزود عليه حاجه ان هو ينتهي بالاو ال او ار. اي فعل مجموعه اولى ينتهي بالاو ال او ار، ها، لما احب اصرفه انا بخليه بدبل ال، خلاص بخليه بدبل ال عند التصريف مش كده، مع جميع الضمائر ما عدا، ما عدا النو والفو. النو والفو دايما زي المصدر، المصدر بال واحده يبقى النو والفو بال واحده، خلاص، وباخد ضمائر بيكون بدبل ال. واضح يا شباب؟ فهمناه؟ واضح يا استاذ. فهمناه كويس؟ ايوه يا استاذ. جميل. وبالتالي طبعا التصريف جو مابيل، انا اسمى، ها، تو تابيل، انت تسمى، ايل ال سابيل، ها، هو يسمى او هي تسمى، نو نو زابلون، ها، نحن نسمى، فو فو زابلي، ها، انتم، ها، تدعون او تسمون، تمام، ايل ال افيك اس سابيل، هم، ها، يسمون وهن مش كده، يسمينا او يدعينا. ماشي، بنتكلم على الاسم، هو اسمه كذا، انا اسمي كذا كذا. واضح يا شباب؟ واضح. جميل. بنروح طبعا، ها، ركز على التصريف، ركز على التصريف علشان هسألك دلوقتي، تمام؟ طيب، تمام. بنيجي هنا لبعض الأسئلة الموجودة عندنا، عندنا جملتين اثنين. طيب هنا قال جو، جو نقط رضا، عايز اقول انا اسمي رضا، انا اسمى رضا، ها، الاجابه ايه؟ سابيل ولا ما بيل؟ اقول ماشي انا، اه ماشي ماشي، ها، اتفضلي. يو ما بيل انا، خلاص جو ما بيل، تمام. احنا عرفنا بقى الجو، ها، بياتي معها ما بيل مش كده، التو ياتي معها تابيل، الايل والال سابيل، الايل والال افيك اس سابيل، ولكن اخرها او ان تي، تمام. انه طبعا معروفه، تمام، بيكون فيها كمان نو، يكون فيها النهايه او ان اس، والفو نفس الكلام، بيكون فيها الفو تصريف السي والاو زد النهايه. طيب بيقول لي اي لافيك اس، ها، تامر إيه عمر، عايز اقول هم يسمون، ها، تامر وعمر، ها، اقول اتفضلي. سابال، ها، سابال، ها، رقم كام؟ نمبر 2. نمبر 2، تمام، دي اسمها سابيل، ها، لكن الاولى اسمها سابلي، سابلي طبعا ده المصدر، ماشي، ولازم الفعل اذا ان في فاعل موجود المصدر ما ينفعش. تمام، جميل. طيب بنبدا نكمل الرقم 3 وبنقول فو، ها، الاجابه ايه؟ قول يا اياد. فو بيل، فو، ها، لا، نمبر 1، نمبر 1 اسمها بقى فو زابلي، فو زابلي، تمام، فو فو زابلي، ايوه فو فو زابلي، تمام. بعد كده اللي بعد كده نور، قول يا نور، ها، ال ممكن انا يا مستر؟ اتفضلي. سابلي نمبر 2، نمبر 2 سابيل، تمام، ال سابيل، هي تسمى سيلين. طيب، ها، اخر واحده تو، بيير، تو بيير، عايز اقول هل تسمى بيير؟ هل اسمك بيير؟ ها، الاجابه تابيل، تابيل، تو تابيل بيير، هل تدعى بيير؟ تمام، كده خلصنا فعل سابلي. جميل.
بنيجي بعد كده يا شباب ونلاقي عندنا ليه يكون لو فيرب اتر، لو فيرب اتر، اتر يكون. خلاص طيب اتر ده مجموعة كام؟ ها مجموعة كام؟ ثاني ها قول، عايز اسمعك ما تخافش. مجموعة ثالثة تمام، المجموعة الثانية بينتهي بالاي ار. خلاص المجموعة الثالثة لها ثلاث نهايات ار اي او اي ار واي ار. خلاص طبعا فعل ادغ هو فعل غير منتظم معروف طبعا، وهو فعل مجموعة، مجموعة ثالثة. تصريفه ايه؟ تصريفه طبعا بيكون شكل ثاني خالص تمام، تصريفه بيكون شكل ثاني تمام، ليس لا يشبه الايه المصدر في شيء. خلاص بيكون طبعا هنا جو سوي توي il elle nous sommes vous êtes il elles sont. اقولها كمان مره je suis tu es il est elle nous sommes vous êtes ils sont elles sont. ها واضح ولا اقول كمان مره؟ واضح يا استاذ. ها باقي الشباب واضح؟ واضح ها واضح تمام. طبعا فعل ادغ يكون خلاص خلاص تمام، يكون ان عارفين ها بيجي معاه الصفات ويجي معاه المهنه وما الى ذلك. خلاص تمام. طب هنا يلا بيقول تو فارماسيان، تو فارماسيان عايز اقول هل تكوني ها صيدلانيه تمام. الاجابه ها الاجابه ايه؟ اس نمبر 1 نمبر 1 ايه. خلاص طبعا هي طبعا الاسم مش منطوقه، خلاص اسمها ايه واللي جنبها رقم 2 اسمها ايه. خلاص طبعا ايه الاولى تاتي مع تو وبالتالي يبقى تبي فارماسيان، هل انت صيدلانيه؟ يبقى الاجابه الاولى تمام. رقم اثنين نو ها نو جورناليست، نو جورناليست نو سوم جورناليست، نحن نكون صحفيين. جميل. رقم ثلاثه ال افوكات، ال افوكات، افوكات طبعا مره سمعنا ومعناها محاميه. ها نمبر 1 يا مستر، ايه نمبر 1 نمبر 1 تمام. انا بقى صعب عليكم شويه ونشيل الايه ونشيل الفعل ده خلاص عشان نشوف الناس بقى مركزه ولا نايمه. ماشي طيب. ها رقم اربعه فو، ها فو رامي، ها فو رامي طول. ماشي ها ايه ها اللي هي نمبر 3، نمبر 3 يبقى فو زيت، فو زيت رامي تمام. هل حضرتك رامي؟ تمام تمام بوزيت. جميل. اخر انا ما قلتش خالص، ممكن انا لما عليك خالص تقول ماشي. جو فوتوغراف اوكي، هتبقى جو هتبقى اخر اول واحده، هتبقى اول واحده. شو جو سوي، جو سوي. جميل. وهنا طبعا هنبدا بقى نركز وناخد بالنا شويه، هناخد بالنا من ايه؟ هناخد بالنا ان حرف الاي لما يجي بعديه حرف الاي ينطق وي. خلاص حرف اليو لما يجي بعديه حرف الاي بننطقه وي، وبالتالي اسمها سوي. صوتك بيقطع مش سامعين منك حاجه. بنقول هناخد بالنا، هناخد بالنا من ملاحظات النطق. خلاص هناخد بالنا من ملاحظات النطق. طيب بنقول هنا اليو اي تمام، اليو اي بننطقها بالفرنش وي، بننطقها وي، وبالتالي الكلمه دي اسمها سوي. سوي جو سوي، جو سوي فوتوغراف، انا اكون مصور. واضح يا شباب؟ واضح يا مستر. واضح يا استاذ. جميل واضح كده. ده طبعا احنا كده ماشي. طيب عندنا فعل فعل، عندنا فعل فعل اخر فعل. ها ها نخلصه ناخده براحتك يا استاذ اللي تشوف. اخذنا كتير اليوم، اخذنا كتير ولا ها نخلصه عشان نبقى خلصنا الافعال؟ انا بقول نخلصه عشان نبقى خلصنا الافعال مش كده؟ ولا تمام ولا ها ساكتين ليه؟ ها اي حاجه، ما انا بنقول لك عشان اللي عادي احنا عادي. خلاص احنا كده كده، ما احنا كده كده معادنا الاسبوع الجاي. خلاص يعني معاك لسه ها الحصه أيوه. اللي بعد كده في الاسبوع القادم ان شاء الله معاك وقت. خلاص معاك ثلاث واربع وخميس وجمعه وسبت. جميل. وبالتالي فعل فعل، وبالتالي فعل فعل، فعل يعني يعمل او يفعل، يعمل او يفعل. خلاص طبعا ده من افعال المجموعه الثالثه. خلاص
تصريفه طبعا هو فعل غير منتظم، انا بحفظ تصريفه، انا بحفظ تصريفه. تمام، تصريفه طبعا جو في تو في اي الال في. تمام، طبعا نطقهم الثلاثة واحد لان الحرف الاخير غير منطوق خلاص، وبالتالي في في في، مع انه نو في زون، نو في زون. تمام، سهلة جدا خلاص، باجي على شكل الفعل مع جو وزود عليه النهاية او ان اس، وبالتالي يبقى في زون، في زون. تمام، مع الفو والال والال والالفك اس مختلف شوية، مع الفو بيكون فت، مع الفو بيكون فت، ومع الال والالفك اس بيكون فون. تمام، جو في انا افعل، تو في انت تفعل، ال في ال في هو يفعل هي تفعل، نو في زون نحن نفعل، ها فو فات حضرتك تفعل او انتم تفعلون، ال فون هم يفعلون، ال فون هن يفعلن. تمام تمام في مشكلة؟ بس ممكن اجاوب على اول واحدة؟ طيب خلينا، ولا تبقى واجب؟ خلينا نتكلم عن فعل فيغ، وبنقول نستخدم فعل فيغ للسؤال عن النشاط او المهنة. انا عايز اقول لك انت بتعمل ايه، ماذا تفعل، بتعمل ايه. تمام، وبالتالي استخدم فعل فاعل، وممكن استخدمه للسؤال عن المهنه، ماذا تفعل حضرتك، يعني حضرتك مهنتك ايه. تمام، فبيقول هنا ايه، كيس كي تو في، ماذا تفعل، فطبعا جاوبه قال جو في لي دوفوار، انا بفعل الواجبات، وده نشاط، اي حاجه بتعملها نشاط خلاص انا بفعلها. طيب ممكن استخدمه واقول كيس كو فو فات، كيس كو فو فات. تمام، وهنا بيكون معناها ما مهنة حضرتك، حضرتك بتعمل ايه، حضرتك شغال ايه، وبالتالي جاوب جو سوي جورناليست، انا صحفي. واضح، يبقى بسأل بيه عن النشاط واسأل بيه عن الايه، عن المهنة. واضح يا شباب؟ واضح يا مستر. واضح. في حد عنده اي استفسار او عنده صعوبة في حاجة؟ لا واضح. جميل جميل. طيب ممكن حل اول واحدة؟ مش هزعلك خلاص، وانا ثاني واحد، لا احنا هناخد الباقيين، انا هاخد الباقيين واجب بقى، خلي حاجه واجب كده. ها ماشي، طيب ماشي، ولا نحلهم ونخلي روحك مذاكرة؟ ها يلا احنا معانا براحتك، معانا نحلهم، معانا ثلاث دقائق هنحلهم، وواجب كل يوم مذاكره، مذاكره الكلمات ومذاكره تصريفات الافعال، مهمه جدا. ها تمام مستر، انا حلتهم. نبدا برقم واحد، يلا ايل لي دوفوار، ايل لي دوفوار. ها مين يجاوب؟ انا تفضلي. ها اول واحده مستر، انا قلت انا اول واحده. جميل، يبقى اللي قالت انا هجاوب اول واحده تقول. تمام انا تفضلي اول واحده. اول واحده اسمها ايه، اقرايها كده. فون فون، جميل، إيه الفون لي دوفوار، ها هم يفعلوا الواجبات. جميل، رقم اثنين قولي يا اياد، كيسكو فو، كيسكو فو، كيسكو فو فاتي اللي هي نمبر 2، اللي هي نمبر 2. خد بالك بقى من حاجه، الحرف ده اسمه آ والحرف ده اسمه إي. ها انا ولا همشي مع ده ولا همشي مع ده، همشي في النص، يبقى اسمها إيه، يبقى اسمها فات، فات خلاص، فو فات. جميل، رقم ثلاثة قول يا نور. ها ها جو، اقول تاني؟ يمكن انا مثل. طيب نور اللي جاوبت اول واحدة خلاص، او حد تاني يجاوب، حد تاني يجاوب ماشي. ها ممكن انا؟ اتفضلي. فو نمبر 3، بس الفاعل هنا جو صح؟ وبالتالي نمبر نمبر 1، سوري نمبر 1 مش كده؟ طيب اقرايها كده، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ها اسمها في. تمام جو في. تمام رقم 4 كو، هتبقى برضو في. ها هتبقى في اخر واحده صح؟ هتبقى في اخر واحده لان الجو والتو تصريفهم واحد خلاص. جميل، اخر واحده نو دو تنس، نو دو تنس. ها عايز اقول احنا بنلعب تنس، ها هتبقى في زو، هيبقى في نمبر 2. نمبر 2، جميل جميل. في صعوبه، في حاجه مش مفهومه؟ لا يا مستر كله تمام. جميل جميل، بنشكركم وبنلتم يعني بنطلب منكم انكم تذاكروا، تمام تذاكروا كل حاجه اول باول خلاص، عشان ان شاء الله نكون كده فاهمين كل حاجه ونكون شطار، ونشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله. واوفر، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.